علم الطب الأخلاقي هو علم كبير يحتاج إلى توسعة، ويتصل بعلم الطب في فهمه وبعلم الأخلاق في فهمه، فهو مكان اشتباك بين علمين كبيرين. ولما نتكلم عن الطب نتكلم عن فروعه حسب فروع تشكيل الإنسان. الطب فيه فرع بعدي، فالقرآن الكريم شفاء، وهذا الشفاء قادم من غير هذا العالم، والنور الذي يعطيه الله لبعض عباده الصالحين وأنبيائه المرسلين كما كان عند سيدنا محمد أو كما كان عند سيدنا المسيح أيضا شيء قادم من غير هذا العالم. وهنالك فنون طبية كبيرة تتعلق بالطاقات الخاصة وخواص البشر، ثم تبشر لديهم خصائص. بوديدارما كان يداوي بطاقته الخاصة وكان يعرف كل عشبة ماذا تداوي كما ذكرت المصادر القديمة. ثم طب الإبر الصينية يتعلق بالنقاط الحيوية ومسابير الطاقة، وثم البرانيك هيلينج يتعلق بالعلاج بالهالة، الشياتسو الياباني يتعلق بالعلاج بالضغط. العلوم الطبية الإسلامية القديمة كانت تتعلق بعلوم الأمزجة الصفراء والبيضاء والحمراء ومعها الأعشاب واستخداماتها وفهم عظيم دقيق للإنسان. الفراعنة والمسلمين القدامى قاموا بعمليات على المخ، وقاموا بعمليات زرع أعضاء، والابن سينا أجرى عملية جراحية على العين وجعل عينا بيضاء لحبيبته تبصر. كانوا يظن الماديون أن القدماء كانوا أغبياء وكانوا لا، بالعكس، كان ثم تطورات زمن نوح وزمن الآدم الأول وزمن أطلانتيكوس شيء مذهل لم يتبلغه البشرية اليوم. علم الأعشاب هذا علم كبير جدا ضيعناه وفرطنا فيه. كنت مع ابن الشيخ أبو بكر أحمد وسيد عبد الحكيم وقال لي نحن نبني مستشفى في مدينة كيرلا في الهند، هو علم ضيعه العرب واحتفظنا به. علم الطب الأخلاقي يجب أن يدمج في هذا. علم الطب الأخلاقي هو علم ينوب عن حضرة الأخلاق، أن كلما زكيت أخلاقك كانت صحتك أفضل. الحاسد يكون مريض بضغط الدم، الحاسد يصاب بجميع الأمراض، كلما زاد حقد الإنسان كلما كثرت أمراضه وتعابه، لا ينام مرتاحا، لا يكون بشوشا في الدنيا. الذي لا يشبع من الدنيا يكون مريضا، ويكون دائما الهم والغم والغم والهم يثقلان قلبه، ولهم هرمونات ينتجونها داخل الجسد، يكون مثقلا. الذي يخاف من المستقبل، الذي ينضغط في وهم الحاضر، الذي لا يريد التخلص من الماضي، هذا كله فساد أخلاقي. بعضهم يصر على الهم والحزن، لا يشعر بنعمة الله عليه، هذا خطأ في المنظومة الأخلاقية، لأن الأخلاق من بينها أن تشكر الله، أخلاقك مع رب العالمين، أن تكون حامدا شاكرا، أن تطهر قلبك من كل حقد وحسد، أن تطهر نفسك من الاستكبار والغرور. المغرور هذا مريض ولا يداوى، والنفس المريض تمرض جسمها. والناس اليوم تعاني من ضغط الواقع، تعاني من خوف الفقر، تعاني من أشياء كثيرة بسبب أن المنظومة الأخلاقية ضربت ودخل فيها الزيف. حتى ثم أخلاق قشرية، يصلي ولكن الصلاة تبلغ منه إلا كما بلغ الماء من فم مخيط، لا يبلغ منه شيء. جسم يصلي وروح فاسدة، فلا تجد له إشعاعا مجتمعيا، ولا تجد له فعل خير، وتجده في السفاسف يغرق فيها. فهذه مقدمة أردتها ضمن علم الطب الأخلاقي، هي مقدمة فحسب ومختصر لما كان من دروسنا. وهذا درس قبل الأخير، إن شاء الله توسعون في هذه الدراسات وهذه الرؤى، وإن شاء الله لما نأتي لعلم الطب أيضا نرجع لعلم الطب الأخلاقي وإن كان جزئيا. فملخص علم طب الأخلاق كي لا أطيل عليكم، هو علم يقوم على دراسة النفس والذات البشرية دراسة طبية أخلاقية، ويبين أن فساد الأخلاق في الأمم والمجتمعات والأفراد يؤدي لانتشار الأمراض، له أبواب كثيرة. إذا فسد أخلاق الطبيب فإنه يمرض أكثر مما يعالج، إذا فسد أخلاق صانع الدواء فإنهم يصنعون السم ويهمون بالدواء. كورونا دليل على فساد أخلاقي، إذا فسدت أخلاق الحكام أمرضوا شعوبهم، إذا فسدت أخلاق العقل دمر صاحبه، إذا فسد القلب دمر صاحبه، إذا فسدت النفس دمرت صاحبها، إذا فسدت أخلاق الإنسان في ما أكله بالغ في الأكل، إذا فسدت أخلاق الفقيه حكم ظلما، إذا فسدت أخلاق الصوفي توهم روحانية فاسدة،
إذا فسدت أخلاق الشيعي صار لعانا شتاما، إذا فسدت أخلاق السني صار إنسانا ضيقا كارها لمحمد وآل بيته، وهذا فساد أخلاق أيضا. إذا فسدت الأخلاق دمرت الآفاق. السيدة مرض ينتج عن فساد أخلاقي. معظم الأمراض ناتجة عن تعاطي المخدرات والخمور وعن الفسادات الأخلاقية. فساد الأخلاق يدمر المناعة الجسمانية، ثم فيروسات لها قدرة على التقاط الخلق الفاسد. واحدة تمضي للكذاب حصرا ما سميته الملائمة، تتلائم معه، تتلائم مع الكذاب أو مع اللص أو مع الحقير أو مع الحقود، فيبتلى بأمراض. وهذا كله تحت إدارة وإشراف رب العالمين. علم الفيروسات علم كبير جدا، كنا كتبنا عنه أيضا في البرهان، نتكلم فيه إن شاء الله مع علم الطب